اهلا بيكم. ازاي تقرا تحليل صوره الدم الكامله او السي بي سي؟ الدم اللي في جسمنا ده عباره عن حاجتين مهمين، حاجه اسمها البلازما وحاجه اسمها السيلز. البلازما دي يعني السائل اللي بيجري جواها السيلز دي، والسيلز دي نقصد بيها كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء والصفائح الدمويه، ار بي سيز، وايت بلاد سيلز، والبليتلتس. والسيلز دي بتطلع من البون مارو او النخاع العظمي. تعال نعرف مع بعض ازاي نقرا بقى التحليل ده. اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، اخصائي البطن العامه. لما نيجي نقرا التحليل ده بنبص على اول حاجه الار بي سيز كاونت. الار بي سيز اصلا كرات الدم الحمراء، دي وظيفتها ان هي بتنقل الاكسجين من الرئتين لكل اجزاء الجسم. دي حاجه طبعا مهمه جدا، بتتم عن طريق الهيموجلوبين اللي جوه الار بي سيز. الطبيعي بتاع الار بي سيز من 4.5 ل 6، ده بالنسبه للرجال، وبالنسبه للسيدات بيبقى من 4 ل 5.5 مليون في كل مليمتر مكعب. لو قل العدد ده عن كده بتبقى دي حاله انيميا، زي مثلا ايرون ديفيشنسي انيميا، هيموليتيك انيميا، كرونيك ديزيز انيميا. ولو زاد العدد عن كده ممكن يزيد في بعض حالات، مثلا زي السموكينج، واحد بيدخن، حالات مثلا هاي التيتيود اللي عايش في مناطق مستواها عالي عن مستوى البحر، بوليسايسيميا، بعض انواع المالجنسيز او الاورام اللي بتفرز اريثروبيوتين، وهكذا. بعد كده الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بروتين جوه الار بي سيز، وهو ده اللي مسؤول عن انه يشيل الاكسجين، وهو المسؤول كمان ان يدي الدم اللي الاحمر بتاعه. الطبيعي بتاع الهيموجلوبين ده من 13.5 ل 18 في الرجاله، وفي السيدات من 12.5 ل 16. برضو الهيموجلوبين ده زي الار بي سيز كاونت بيقل في حالات الانيميا، وبرضو بيزيد في نفس الحالات اللي قلنا عليها بالنسبه للار بي سيز. فلما الار بي سيز او الهيموجلوبين يقل يبقى فيه انيميا، فتظهر عند العيان اعراض، يبدا يحس بدوخه، يحس بتنميل اطراف، يحس بنهجان، يحس بضربات قلب سريعه او الم في الصدر، يحس بتعب مستمر، ويبقى شكله بيل، يبقى شكله مخطوف. وعلى العكس لو زاد الهيموجلوبين او زاد الار بي سي كاونت، ده بيعمل اتشنج، يخلي العيان عايز يهرش. ممكن يعمل كمان كلودوكيشن، يعني يحس بالام كده في رجليه وقت المشي، ممكن يحس بصداع، وممكن تزيد قابليته للجلطات، لان الهيموجلوبين والار بي سي كاونت لو زاد بيزود الفيسكوزيتي، اللزوجه بتاعه الدم. بعد كده الهيماتوكريت. الهيماتوكريت ده عباره عن نسبه حجم كرات الدم الحمراء بالنسبه للدم كله. يعني انا لو خدت عينه مثلا من الدم بشوف نسبه الار بي سيز فيها بالنسبه لباقي العينه قد ايه بالظبط، هو ده الهيماتوكريت. الطبيعي بتاع الهيماتوكريت ده من 42 ل 52% في الرجال، ومن 37 ل 47% في السيدات. فامتى الاقي الهيماتوكريت ده قليل وامتى الاقيه عالي؟ الهيماتوكريت يقل لو كرات الدم الحمراء فعلا قلت، زي حالات الانيميا. لكن ممكن يقل وكرات الدم الحمراء ما قلتش ولا حاجه في حالات الديليوشنال انيميا، يعني كرات الدم الحمراء زي ما هي لكن حجم البلازما هو اللي زاد، زي عيان عمال ياخد فلويد باستمرار فانا زودت حجم البلازما، فلما اجي اعمل هيماتوكريت الاقيه قليل. وعلى العكس ممكن يزيد في حالات الديهايدريشن، يعني مثلا العيان بنفس كرات الدم الحمراء بتاعته زي ما هي لكن في ديهايدريشن وحجم البلازما قل، فلما اجي اخد العينه هلاقي الهيماتوكريت عالي. بعد كده الريتيكولوسايت كاونت، وده للاسف مش بيتعمل مع صوره الدم الكامله في مصر لكن بيتعمل بره. الريتيكولوسايت كاونت ده اماتيور ار بي سيز، بقيس بشوف الاماتيور ار بي سيز في البلد، لان هي ليها نسبه معينه، لما بتزيد بعرف من كده ان البوم مارو هايبر اكتف، البوم مارو عمال يطلع بسرعه عشان يحاول يعوض الانيميا، فانا بستدل بالريتيكولوسايت كاونت العالي على الهايبر اكتف بوم مارو. بعد كده الام سي في. الام سي في اللي هو المين كورباسكولار فوليوم، ده متوسط حجم خليه كره الدم الحمراء، الطبيعي بتاعه من 80 ل 100. لو زاد عن كده يبقى ماكروسايتوزيس. ماكروسايتوزيس يعني زي حالات الميجالوبلاستيك انيميا، حالات الليفر ديزيز والثايرويد ديزيز. لو قل عن كده بتبقى مايكروسايتوزيس، زي اللي بيحصل في حالات الايرون ديفيشنسي انيميا والثلاسيميا. بعد كده الام سي اتش او المين كورباسكولار هيموجلوبين، وده معناه وزن الهيموجلوبين في الار بي سي، الطبيعي بتاعه من 28 ل 33 بيكوجرام. بعد كده الام سي اتش سي، وده معناه المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، ده معناه نسبه الهيموجلوبين بالنسبه للار بي سيز. طب ايه الفرق بينه وبين الام سي اتش؟ الام سي اتش انا بشوف وزن الهيموجلوبين بغض النظر عن حجم وشكل الار بي سي، لكن الام سي اتش سي بشوف نسبه الهيموجلوبين بالنسبه للار بي سيز. وعشان كده الام سي اتش سي ده نسبه مئويه، يعني بشوف الهيموجلوبين ده ممثل كام من الار بي سيز كلها. والطبيعي ان الهيموجلوبين ده يمثل من 32 ل 36%،
وده على اساسه بشوف هو ده هايبوكروميك ولا نورموكروميك ولا ايه. فهو بيبقى هايبوكروميك في حالات الايرون ديفيشنسي انيميا مثلا وفي الثلاسيميا، وممكن يكون نورموكروميك في حالات الاكيوت بلاد لوس. اكيوت بلاد لوس ممكن العيان ينزف لتر ولا اكتر واجي اعمل السي بي سي يطلع نورمال، لان لسه ما فيش كومبنسيشن حصل ولسه ما فيش اي مشكله تانية حصلت. فاجي اخد هلاقي السيلز طبيعيه وهلاقي الهيموجلوبين جواها طبيعي. بعد كده الار دي دبليو، الار دي دبليو ده عباره عن متوسط اختلاف الاحجام بتاع الار بي سيز. يعني ايه الكلام ده؟ الار بي سيز دي كلها مش نفس المقاس بالظبط، في اختلاف شويه في الاحجام، لكن الاختلاف يكون بسيط الار دي دبليو يبقى نارو. طب الاختلاف ده كبير يبقى الار دي دبليو عالي. يعني لما اجي اعمل تحليل والاقي الار دي دبليو عالي، معناه ان كرات الدم الحمراء واخده اشكال كتير جدا وواخده كمان احجام كتيره ومختلفه بشكل كبير، في منها صغير قوي وفي منها كبير قوي. كل ما زاد الار دي دبليو زاد الاختلاف في الاحجام دي. بعد كده البليتلتس او الصفائح الدمويه، ودي طبعا ليها دور مهم جدا في وقف النزيف ستوب بليدنج. الطبيعي بتاعها من 150 ألف ل 450 ألف، ممكن تقل في حالات زي مثلا الهايبرسبلينيزم، الاميون ثرومبوثيتوبينيا، حالات مثلا البون مارو فيلير، حالات الابلاستيك انيميا مثلا، حالات انفلتريشن في بون مارو باي ديزيز لوكيميا او لينفوما او اي حاجه تانية. وممكن البليتلتس دي تزيد زي حالات مثلا في حالات كده بعض حالات اللوكيميات، بعض حالات المالجنسي بوست سبلينكتومي اسينشال ثرومبوثيسيميا. بعد كده بنبص على الوايت بلاد سيلز او كرات الدم البيضاء، وهي دي الديفنسيف بارت في البلاد اللي بتهاجم البكتيريا والفيروسز، والطبيعي بتاعها من 4000 ونص ل 11000، وبتزيد طبعا في حالات الانفكشن وحالات اللوكيميا، وممكن تقل في حالات الفيرال انفكشن او حالات السيفير انفكشن. والوايت بلاد سيلز دي انواع زي مثلا النيوتروفيلز، المونوسايتس، الريزوفيلز، الايزينوفيلز، وهنتكلم عن كل نوع بسرعه دلوقتي. النيوتروفيلز دي هي انتي بكتيريال، والطبيعي بتاعها من 45 ل 75%، بتزيد طبعا في حالات الانفكشن وفي حالات الانفلاميشن. اما الايزينوفيلز موجوده في السكن والريسبيراتوري اير واي، ودي بتزيد في حالات الالرجي وفي حالات الانفلاميشن، والطبيعي بتاعها من 0 ل 7%. البيزوفيلز دي بقى لو موجوده في الدم بيبقى اسمها بيزوفيلز، لو في التشو بيسموها الماست سيلز، وبتطلع الهيستامين وبتطلع الهيبرين في وقت الاستريس، ودي بتزيد في حالات الالرجي وحالات الاستريس كونديشنز، ودي الطبيعي بتاعها من 0 ل 2%. اما المونوسايتس بقى فدي عباره عن ان هي بتشيل الفورم بوديز اللي موجوده، زي مثلا الديد سيلز، زي مثلا المايكرو بارتيكلز او المايكرو اورجانيزمز، والطبيعي بتاعها من 2 ل 10%. بعد كده واخر حاجه الليمفوسايتس، والليمفوسايتس دي في منها نوعين، البي ليمفوسايتس والتي ليمفوسايتس، ليها دور طبعا مهم جدا في المناعه، في الهيومرال اميونيتي والسيلولار اميونيتي وتكوين الاميونوجلوبولين، وطبعا بتشتغل انتي فايرال، وبتزيد في حالات طبعا الفايرال انفكشن وبعض انواع الليمفومات والليوكيميا، والطبيعي بتاعها ده من 16 ل 45%. في النهايه احب اشكركم، اشتركوا في القناه، اعمل لايك وشير، وشكرا لكم.